العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى يورد هذه المساله، وهذه المساله هي من ليست من مسائل الاعتقاد، وان هي انما هي من المسائل العمليه، اي من مسائل الفقه. ولماذا يورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة هنا في باب في عقيدته كمسألة عقدية؟ لأنها يعني لأن مخالفة هذه المسألة صار شعارا لأهل البدع والضلالات من الرافضة. فالرافضة لا يرون المسح على الخفين، وإنما يرون المسح على القدمين، وصار ذلك شعارا لهم. ومن ثم لهذا الامر الذي صار للرافضه انهم يرون المسح على الرجلين دون الغسل صار شعارا لهم. ومن ثم اورد المؤلفون في مسائل العقائد هذه المساله في كتب العقائد، وذلك يعني لبيان مخالفه اهل السنه والجماعه للرافضه وما هم عليه. لذا قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. طبعا السنة متواترة بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. غسل الرجلين جاء في 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 كتاب الله جل وعلا، والمسح على الخفين جاء في السنة. الرافضة يعني تخالف هذه السنة المتواترة، وإنما ترى المسح على الرجلين دون المسح على الخفين. وطبعا الآية التي وردت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهنا عندنا هنا قراءتان متواترتان، القراءة الأولى قراءة النصب، وقراءة النصب معناها لا إشكال فيها أنها تدل على وجوب الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على معطوف على المنصوب، إذا قراءة النصب ليس فيها إلا غسل الرجلين. القراءة الثانية وهي قراءة الجر، وهي أيضا قراءة متواترة. وقراءة الجر إذا كانت القراءتان صحيحتان يبقى لابد أن ننظر يعني كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني القراءتين. فالرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه بالسنة الصحيحة المتواترة أنه كان يغسل رجليه، وثبت عنه أيضا بالسنة المتواترة بأنه كان يمسح على الخفين، كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: لما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بإداوة فهويت لأنزع خفي، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح صلوات الله وسلامه عليهما. كذلك حديث يعني صفوان رضي الله تعالى عنه قال يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، وكذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح قال يمسح المقيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وهذا الحديث هذه كلها حديث في الصحاح وفي غير الصحاح، وكلها حديث صحيحة، والمسح على خفين هي متواتر. إذا السنة جاءت بغسل الرجلين وجاءت بالمسح على خفين، وهذا هو الذي يفسر كلتا القراءتين. فقراءة النص معناها الغسل بلا خلاف بين أهل العلم، أي غسل الرجلين. وأما قراءة الجر فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المسح فيها بالمسح على الخفين، والسنة مبينة للقرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة هنا بينت القرآن، فبينت أن قراءة المسح المراد بها المسح على الخفين وليس المسح على الرجلين، بدليل قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا وأرجلكم إلى الكعبين، حتى لو كانت وأرجلكم إلى الكعبين دل أنه في حالة غسل الرجل لابد أن، طبعا كل رجل فيها كعبان، لأن الكعب الكعبان هما العظمتان الناتئتان في يعني جانبي القدم يمينا وشمالا، نعم، وليس العقب، العقاب شيء والكعوب شيء آخر، الكعبان هم العظمتان الناتئتان في جنب في جنبتي القدم، أما الكعوب هي آخر شيء في أما يعني العقب فهو آخر شيء في القدم. إذن السنة بيّنت أن المسح إنما هو يكون على الخفين بشروطه التي هي معلومة في كتب الفقه، وأما قراءة النص فهي تدل على غسل الرجلين. خالف الرافضة هذا الأمر بسبب يا ضلالهم، منهم يخالفون جماهير الأمة في كل شيء، فرأوا المسح على الرجلين، فهم يرون المسح على الرجلين على أنه ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو يعني رضي الله تعالى عنهما قال يعني أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركتنا الصلاة يعني صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أعقابنا، فقال النبي صلى فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، قال ويل للأعقاب من النار. إذن في هذا الحديث الذي عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صرخ فيهم وقال ويل للأعقاب من النار، فهذا يدل على وجوب غسل الرجلين. وأما المسح إنما يكون على الخفين كما جاءت بذلك السنة الصحيحة. في أقوال بتنقل هي يعني أن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كان هو الإمام المفسرين أنه كان يرى المسح على الرجلين، وتحقيق هذا الكلام، ولذلك يعني شيع يعني أنكر من أنكر عليه ذلك، ولكن الصواب أن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بريء من هذه التهمة وبريء من تهمة التشيع جملة وتفصيلا، وإنما الذي يتسمى بذلك رجل له نفس كنية أبو جعفر ومحمد بن جرير، لكن ليس الإمام الطبري، وإنما هو رجل من الشيعة لكن التبس على الناس ذلك، لأن طبيعة الشيعة الرافض أنهم يتسمون يكتنون بكنى أهل السنة والجماعة، وكذلك يتسمون بأسمائهم تلبيسا على الناس لأنهم قوم بهت وقوم كذب. والصحيح انه ليس لا يعني ان الصحيح ان الامام ابن جرير الطبري رحمه الله ليس له اي صله من قريب ولا من بعيد لا بالتشيع ولا يرى المسح على الرجلين كما يعني انكر عليه من انكر ذلك، لا يرى ذلك، بل تحقيق كلامي انه يعني على ما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى الغسل على يعني غسل الرجلين وليس كما تقول الرافضه. اذا علمنا هذه المسألة أن سبب مجيئها هنا في هذا الباب لأنها صارت شعارا يعني رفضوا، من ثم صلاتهم باطلة، ومن ثم الصلاة باطلة لأن الوضوء ليس كاملا. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء، وقال ولا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وهذه المسألة أيضا يعني نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى، قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، يعني مهما كان هذا برهم وفاجرهم، يعني لا يشترط في إقامة هذه الشعائر الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار أو إقامة الحج، لا يشترط في اتباع الإمام في ذلك أن يكون إماما برا أو فاجرا، وإنما يتبع الأئمة في هذه العبادات العظيمة في الحج أو في الجهاد مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، نعم، إلى قيام الساعة، لأنه لم يزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يصلون خلف أئمة الظلم وأئمة الجو، مر علينا كما ثبت في الصحيح، فابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما كان يصليان خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، مع كونه ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في ثقيف كذاب ومبير، والكذاب والمختار ابن أبي عبيد، والمبير يعني المهلك للحرث والنسل،
والحجاج ابن يوسف الثقفي عند عامة العلم، والحديث عند مسلم في صحيح، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. لماذا أورد المؤلف أيضا هنا هذه المسألة، وهي من المسائل المعلومة عند أهل السنة والجماعة، وذلك حتى يعني يرد على الرافضة، حتى يرد على الرافضة، فالرافضة قبحهم الله وهم الأئمة الاثنى عشرية. طبعا تعلمون أن يعني النص الذي ذكره يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالنسبة للروافض بيقول: وقد ظهرت الفتنة يعني في الإسلام من الشيعة، وقد ظهرت الفتنة في الإسلام من الشيعة، فهم يعني سبب كل فتنة وشر، وهم قطب راح الفتن، وهم قطب راح الفتن، وكان أول فتنة ظهرت قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فسعوا إلى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فكانت أول فتنة ظهرت في الإسلام، وكان هذا على يد الشيعة. قال: ثم انزووا بعد ذلك إلى علي رضي الله عنه، ليس حبا في علي ولا في أهل البيت، وإنما كي يقيموا سوق الفتن بين المسلمين. ثم هؤلاء الذين ذهبوا مع علي رضي الله عنه انقسموا فريقين: فريق قاتل علي رضي الله تعالى عنه، ويعني وهؤلاء هم الخوارج، وهم أول سيف سل على هذه الأمة، وسيفهم أول سيف سل على هذه الأمة. وفرقة أخرى أظهرت الرفض للأئمة الثلاثة، أو أظهرت الطعن على الأئمة الثلاثة، أي أبا بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء هم الرافضة، هؤلاء هم الرافضة. وهذه الفرقة التي أظهرت الطعن على الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء هم الرافضة. ولذلك هؤلاء يعني هذا النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن أصل الفتن في الإسلام هو إنما ظهر مع الشيعة، وأول فتنة وقعت هي فتنة عثمان رضي الله عنه، وهم الذين تولوا كبرها. وكذلك لما انزووا إلى علي رضي الله عنه انقسموا، منهم الذي حارب علي رضي الله عنه وهم الخوارج كانوا من شيعته، فلكن انقلبوا على علي وقتلوا، والذي قتله منهم ابن ملجم. ومنهم الفرقة الأخرى التي أظهرت الطعن على الأئمة الثلاثة أي بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء هم الرافضة. وهؤلاء لا يرون جهاد الكفار، لا يرون جهاد الكفار، وهم يتمنون وعلو الكفر وأهله عندهم، يعني آثر عندهم من علو الإسلام وأهله. شاهد أن الرافضة من عقائدهم الرضية أنهم لا يرون الجهاد إلا مع الإمام المعصوم، وإمامهم الذي يطلقون عليه الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محمد ابن الحسن العسكري الذي المتوفى سنة 260. وهم والرافضة تزعم أنه دخل، طبعا الرافضة الإمامية هم الرافضة هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وهم سواء الإمامية الاثنى عشرية أو الإسماعيلية كلها من فرق الشيعة، يعني الروافض كلها. لما ذكر شيخ الإسلام يقول: وأظهرت وهذه الفرقة التي أظهرت طعن على الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وهم الرافضة، قال: ولها انتسبت فرقة النصيرية وغيرها من الفرق الباطنية كالقرامطة والإسماعيلية والإمامية الإثنى عشرية، وهؤلاء علو الكفر وأهل عندهم آثر عندهم من علو الإسلام وأهله. إذن هذه الفرقة الرافضة بتزعم إيه؟ بتزعم أن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام المعصوم، والإمام المعصوم ده اللي دخل إيه؟ استرداد بيسام الله، وكل أسبوع يذهبون بحمار ودب ويقولون له: اخرج يا مولانا. طبعا هؤلاء أخسر الناس صفقة في باب الجهاد، لأن الإمام المعصوم عندهم هو الإمام المعدوم، ولذلك هم لا يرون جهاد الكفار أبدا، وإنما يرون جهاد أهل السنة والجماعة. يعني هو الجهاد عندهم متوقف، جهاد الكفار
لأنهم لا يرون جهاد الكفار إلا مع الرضا مع 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 الإمام المعصوم الذي هو محمد بن حسن العسكري الذي يزعمون دخل السرداب بقالهم الآن منذ أكثر من يعني قريب من 12 قرنا من الزمان ينتظروه بالحمار عند عند السرداب في سامراء ويطبلون له ويرفعون السلاح ويرفعون السلاح يخرج يا مولانا بالسلاح ومولاهم داخل في السرداب مش هيخرج بيه. بعضهم بيسألوه أنت كيف تواصل معاه؟ بيقول بتواصل معاه بالإنترنت. أنا ما بضحكش والله العظيم. بتواصل معاه بالإنترنت هذا الكذاب هذا الكذاب الأشر. بتواصل موصلين السرداب إنترنت بتواصلوا مع هذا. طبعا هم يعني أضلوا من حمر أهلهم. هؤلاء كما وصفهم شيخ الإسلام تبارك رحمه الله تعالى يعني هؤلاء أضلوا من مثل هؤلاء أضلوا من حماية أهله. فإذا هم أخسر الناس صفقة في هذا الموضوع. ولذلك لا يعهد على الرافضة منذ نشأتهم إلى اليوم جهادا لأعداء الله أبدا. ممكن تضطرب المصالح لكن الجهاد عندهم لا يكون إلا مع الإمام المعصوم. والإمام المعصوم ده اللي داخل السرداب وهو الإمام المعدوم في الحقيقة هو المعدوم أصلا. هو لا يوجد مثل هذا. هذه خرافات. هذا مهدي الخرافة. هذا مهدي الخرافة خلاف المهدي عند أهل السنة والجماعة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة والذي لن تهزم له راية. والذي سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء في يعني بدمشق وينزل وهو يصلي والمهدي معه يا المؤمنون فيقدم يقول تقدم يا روح الله صلي يعني صلي بنا فيأبى المسيح ابن مريم تكرمة الله لهذه الأمة ويصلي المسيح ابن مريم مأموما خلف المهدي ليبين أنه لم يأتي بشرع جديد إنما جاء ليتبع النبي صلى الله عليه وسلم تكرمة الله لهذه الأمة. هذا هو المهدي الصحيح لكن هذا مهدي الخرافة عند هؤلاء المجرمين. لذلك هم أخسر الناس صفقة. لا يرون إلا جهاد من؟ لا يرون إلا جهاد أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون مجموعة من العقائد هي التي هي سببت خيانات الرافضة على مر التاريخ للمسلمين. فمن عقائدهم الباطلة أنهم يؤمنون يعتقدون كل من لم يرى عصمة أئمتهم الاثنى عشرية فهو كافر ضال حلال الدم. طبعا أئمتهم الاثنى عشرية منهم يعني أئمتهم منهم أناس صالحون منهم علماء كعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وابنه جعفر ابن محمد ومنهم ما هو فوق ذلك لهم الصحبة والشرف نحو علي رضي الله تعالى عنه والحسن ولديه الريحانتان رضي الله تعالى عنهما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. إذن مسألة يعني فمنهم العلماء ومنهم الصحابة. لكن هؤلاء المجرمون هم يعتقدون أن كل من لم يؤمن بعصمة أئمتهم هؤلاء فهذا كافر مرتد حلال الدم. ولذلك كل أهل السنة عندهم كفار. ثانيا أنهم يرون أن من عقائدهم أيضا هي الباطلة أنهم يرون تكفير أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم يجعلونهم نواصب أنهم ينصبون العداء لأهل البيت ويذكرون من أشد العداء من أشد المعادين لأهل البيت يذكرون عمر وأبا بكر وعثمان وسائر الصحابة والأئمة الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والإمام الأوزاعي وعبد الرحمن المهدي والبخاري ومسلم كل علماء أهل السنة فيصنفونهم في جهة النواصب فيعتبرون. يبقى هذه الثانية. الثالثة أنهم يرون استباحة دماء يرون تكفير أهل السنة والجماعة واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأنهم نجاسة يجب تطهير الأرض منها العقيدة الرابعة أنهم لا يرون الجهاد إلا مع إمامهم المعصوم هذا الذي هو المعدوم. ولذلك هم دائما يتحالفون مع من؟ مع الكفار على مر التاريخ. سيرة نتنة لهؤلاء الرافضة منذ مقتل عثمان رضي الله عنه وانتهاء ومرورا يعني مقتل علي على يد طائفة منهم وهي الخوارج التي انقلبت على علي ثم مقتل الحسين رضي الله تعالى على أيديهم غسلوا الحسين رضي الله عنه
وهو وأخبروا أنه ليس لنا إمام في الكوفة، وكتبوا له كما هو ابن جرير الطبري أن معنا 100,000 يريد أن يبايعك. فلما وصل إليهم مع أهل وأولاده، وكانوا في 72 جميع إخوة الحسين رضي الله تعالى عنه، وكان رضي الله عنه أشبه الناس بجده وأبيه، بجده صلى الله عليه وسلم وأبي الحسين رضي الله عنه، وكان رجلا يعني جسورا لا يروع رضي الله تعالى عنه. تركوه لما وصل إليهم، تركوه بمفرده مع ألاف من الجنود، ووقف في الصف المقابل الذي يقاتله رؤساء القوم الذين أرسلوا له يعني تأييد إلى الحسين، وكان يناديهم باسمهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، ألم ترسلني؟ ومعه يعني خطاباتهم، وهؤلاء الكذبة قتلوا جميع أولاده بين يديه رضي الله تعالى عنه، وقتلهم رضي الله تعالى عنه. هم كانوا ألاف، وكانوا 72 لا يزيد، كانوا هكذا، قتل جميع أبنائه. قتل في هذه المعركة، قتل في هذا 17 من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها، 17 ما بين إخوة له وما بين أحفاد لفاطمة رضي الله تعالى عنها، 17 وقتل رضي الله تعالى عنه. والآن هم يضربوا عن أنفسهم اليوم، هم الخونة أصلا، هم اللي خانوه، لم يجد منهم واحدا، 100,000 هؤلاء لم يجد منهم واحدا. ولذلك لما أراد الحسين يسير إليهم، قابله ابن عباس، قال له: هؤلاء يعني قوم غد. وابن عباس قال، ثم قال له: يا ابن فاطمة أين تريد؟ قال: أريد شيعتي في الكوفة. قال: من قتلوا أباك وخذلوا أخاك وخرج أبوك منهم سخطة وملالا منهم، فحذروا. وأبو سعيد الخدري لم قال له: إني سمعت أباك يقول، علي رضي الله عنه: والله لقد مللتهم وأبغضتهم، وملوني وأبغضوني، ولقد بلوتهم فما وجدت منهم وفاء، ومن فاز منهم فاز بالسهم الأخيب، والله ما لهم ثبات في شيء، ولا عزم على أمر، ولا صبر على السيف. لخص رضي الله عنه، علي رضي الله عنه لخص هؤلاء، ودول هؤلاء كمان اللي هم الأجداد الإيه، أجداد الفرق المجرمة دي، يعني لسه يعني ما، فهؤلاء خرج منهم بقى الرافضة والنصيرية والقرامطة. وطبعا سيرته من نتنا الإخي، العقائد التي ذكرتها لكم هي دي العقائد التي أصلت لهم خيانات المسلمين، الخيانة من مقتل عثمان وعلي وسعي في علي، وبعد ذلك الحسين رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك مرورا بالقرامطة، السيرة النتنة 294 هجرية، اتبعوا قوافل الحجاج قافلة فقتلوهم عن بكرة أبيهم، 294 هجرية، وصارت جثث المسلمين كالتلال، وتجرأوا على حرم الله جل وعلا، دخلوا الحرم وأخذوا الحجر الأسود وانتزعوه، وجلس كافرهم أبو طاهر الشيعي يقول: أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل. الدولة العبيدية في مصر مروراً بقى بالدولة البويهية التي سيطرت على دار الخلافة بالمكر والدسيسة، نعم، وبعد ذلك هذه استمرار لهذه السيرة النتنة، نعم، ومروراً كذلك بالدولة العبيدية في مصر التي كانت في زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، المسمى بالدولة الفاطمية زوراً وبهتاناً، وهؤلاء راسلوا الفرنجة وطلبوا منهم غزو مصر حتى يعني يقضوا على صلاح الدين. وجاءت الفرنجة سنة 595 وحاصروا الدمياط وقتلوا منهم أمماً كثيرة. تمضي هذا إلى ابن العلقمي الذي استخلفه الوزير الأمير الخليفة العباسي الذي لا عقل له، حيث استخلف مجموعة من المنافقين أمثال النصير الطوسي وأمثال ابن العلقمي، لما راسلوا التتار وقتل في معركة التتار دي مع المسلمين، قتلوا مليون نفس التتار. ها، بعد ذلك توصل إلى الخلافة العثمانية، هم حصرت فيينا 50 يوما على يد السلطان سليمان القانوني، 50 يوما، وكان يترتب على هذه المعركة بقدر الله أن تكون نصف أوروبا مسلمة. تحالف هؤلاء الصفويون، الشاه إسماعيل الصفوي في إيران تحالف مع الأوروبيين وهجم على بلدان المسلمين من الخلف، ففك الحصار عن فيينا، لأنه اضطر السلطان للرجوع بجيوش المسلمين. مرورا إلى
إلى تمكين الإنجليز من الهند إلى العصر الحديث، الرافضة العراق اللي جاءوا على ظهور الدبابات مع الأمريكان، إلى الدمى الإيرانية الآن الحوثيين الموجودين في اليمن وحزب الشيطان حسن نصر. هذا لما تسمعه بيقول يقول عجل الإمام مفوجة اللي هو في السرداب ده، عجل الله فرج الامم. هم 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 اغبى الناس في ذلك، وهم الى اليوم هو هؤلاء لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. وهؤلاء كما وصفهم شيخ الاسلام هم اصل كل شر وفتنه، وهم قطب راح الفتن، وما من فتنه ظهرت في الاسلام الا ظهرت على ايدي هؤلاء المجرمين. اذن هم خنجر مسموم في ظهور المسلمين. ولذلك لم يجد بدا صلاح الدين الا انه يقضي على دولتهم، اولا على دولتهم، لانه لم يستطع هزيمه الصليبين الا بعد هزيمه هؤلاء. ولذلك يعني من قدر الله سبحانه وتعالى ومن تدبير الله ان الدوله الان دي بتستدرج الان تحاول السيطره على 4 عواصم عربية، الان تريد ان تاخذها وتريد ان تسيطر على دول لنشر هذا المذهب الفارسي بالقوه والقهر. هم عيونهم ليس على اليمن ولا عيونهم على مكة والمدينة. وذلك الآن هم يوجهون السلاح الآن إلى اتجاه بلاد الحرمين، أن هم عيونهم على هذه حتى ينشروا هذا. طبعا هذه هم لا علاقة لهم بالبيت ولا آل البيت. طبعا تعلمون أقوالهم الفاسدة، أن أرض كربلاء أشهر عندهم من الحرم، والسجدة على التربة الحسينية عندهم هذه كربلاء يعني أفضل وأعظم من السجدة على تراب الحرم. وكربلاء هي كاسمها لفظا ومعنى، كرب وبلاء، كلها فتن مجرمون. إذن هؤلاء المجرمون لا يرون الجهاد، هم دائما لا يقاتلون إلا المسلمين. السلاح النووي الذي يريدون أنه يعني لو طبعا الآن في تحالف صليبي رافضي الآن موجود، لو ترك لهم هذا الامر الان يبقى سلاح النووي يوجه للمسلمين، ما هم لا، لانهم لا يرون جهاد الكفار الا مع الامام اللي في السرداب، والامام اللي في السرداب امام معدوم لا وجود له. اذا لا يرون الا قتال المسلمين، هو اللي هم اللي بيفعلوا الان في سوريا، بيعملوا ايه في غيرها من كل من البلدان، لا يقاتلون الا اهل السنه. واعتقد ان حسن نصر ده لما بعض المناوشات ده بعشرات السنين لم يطلق عليهم طلقه واحده. وشوف هنا جيوش كلها موديها راح قوم اليهود في يا بلاد الشام. طب جنبك عم اليهود، اليهود عندك محتلين ارضك ومحتلين مزارع شبع وهذا الكلام، كيف هو اليهود تحولوا الى بلاد الشام ولا عندك اليهود؟ ولكن هو ترك اليهود وراح يقاتل المسلمين. هم يتهمون اهل السنه بالتكفيرين، وهم اصل التكفير، هم يكفرون عموم الأمة كلها إلا من كان على مثل ما هم عليه من هذا الضلال وهذا الباطل. إذن المؤلف ذكر هنا والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي هو مسلم وغيره، قال النبي عليه السلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: فأنا نبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرأى من أمير شيئا يكره فرأى من أمير شيئا فلا ينزعن يدا من طاعتي، فيكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعتي. شاهد إيه من الحديث؟ الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أثبت إن في أمراء وولاة صالحون وطالحون، يعني ناس يعني أمراء صالحون وأهل عدل وعدالة، وهناك فجر وظلمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الطحاوي هنا رحمه الله يقول: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن أعظم العبادات اللي تحتاج أن يكون المسلمون فيها جميعا هاتان الفريضتان، الحج والجهاد. هذا هما من أجل العبادات التي تحتاج إلى إيه؟ إلى اجتماع المسلمين مع بعضهم بعض، لا شك في الجهاد وفي الحج. لذلك هو أورد هذه حتى يرد على هؤلاء المجرمين، فيبين أن يعني أن هؤلاء أخسر الناس صفقة في هذا الباب. ولذلك الله جل وعلا لم يولهم شرف أبدا قتال أعداء الله عز وجل، وإنما حملهم
ولذلك الان هم هو الان عمال يقول ايه يا علي يا حسين يا ويجري ويفر ما يجيش ما هو مش واجد حاجه يا مدد يا حسين مدد يا حسين ثم كما قال الله جل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. هو يقول هذا ما يجدش لا يجد ثبات ولا صبر ولا شيء لانه بيشرك بالله. ما يفعل له الحسين وهم الذين قتلوه رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم. ما لهم الحسين هؤلاء واهل البيت؟ هؤلاء فوس. ولذلك لا يكرهون في الاسلام مثل ما يكرهون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لان الله جل وعلا ازال دولتهم على يد عمر. لذلك لا يكرهون احدا، طبعا هم يبغضون جميع الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري آية الايمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار. والحديث الثاني عند البخاري والله قال لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق ومن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. فهؤلاء منافقون يتسمون باسم الاسلام زورا وبهتانا، كما قال جل وعلا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هو الايمان بالتخلي ولا بالتحلي؟ الايمان ليس الايمان بالتحلي، يعني مش حلي انت تلبس الايمان. الايمان ما وقف في قلبه وصدقه العمل. ولذلك الله جل وعلا لما كذب اقوام اعمالهم كذبت اقوالهم حكم عليهم نفع عنهم الايمان، ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا باللسان ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك بالعمل وما اولئك بالمؤمنين. واقسموا بالله انهم مع المؤمنين ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هم اجبل الناس كما وصفهم علي، والله ما لهم ثبات في امر ولا عزم على شيء ولا صبر على السيف مهما كانت قوتهم. هم اجبل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء خنجر مسموم. لكن الله جل وعلا الان يدبر لهم باذن الله سبحانه وتعالى، يستدرجهم سبحانه وتعالى. اسال الله جل وعلا ان يطهر الارض من نجاستهم ومن نجسهم. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فان الله قد جعلهم علينا حافظين. طبعا هذا داخل هو كما ذكرنا ان المؤلف رحمه الله لم يرتب مسائل العقيده وانما الفها على البديهه، فبيفرق المسائل. لو ذكر قبل ذلك في ضمن الايمان الملائكه، هنا يذكر ونؤمن بالكرام الكاتبين. والكرام الكاتبين الملائكه الكرام الذين يكتبون ويحفظون على الناس اعمالهم، كما قال جل وعلا وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكما في قوله تعالى ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم. فان الله قد جعلهم علينا حافظين. والايات طبعا في هذا كثيره. وطبعا الملائكه هم اصناف، الملائكه اصناف، منهم الكرام الكاتبون الذين يحصون اعمال العباد، منهم يعني الملائكه الموكله بالنطفه في الرحم كما ثبت في حديث المسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم من نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه روح ثم يؤمر الملك فيكتب الملك فيكتب أربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. ومنهم الملائكة المعقبات، والمعقبات هم الذين يحفظون العبد، يحفظون جمع معقبة الذين يتعقبون العبد وهم يحفظونه من الشياطين ومما أراد الله عز وجل حفظه، كما قال جل وعلا لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. هنا في توجيه هنا لقول تعالى من أمر الله، أي أن هذه المعقبات هي من يعني من أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فكذلك هذه المعقبات اللي تحفظ العبد هي من أمر الله سبحانه وتعالى. أو أن يكون التوجيه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه مما قدره الله جل وعلا من الشياطين ومما أراد أن يؤذيه من شياطين الإنس والجن حتى يأتي القضاء
الذي قضاه الله عز وجل فيخل بينه وبين القضاء. ومنهم ملك السياحين، ومنهم ملكة السياحون في الطرقات الذين يلتمسون مجالس الذكر، ومنهم الموكل بالقطر من السماء وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بالروح بالوحي وهو سيدهم جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بملك الموت هو ملك الموت، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور صوفيل، وهكذا لهم وظائف كما تعلمون. صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن الملائكة يعني لهم وظائف يعني على ما ثبت في النصوص. وطبعا تعلمون أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، يعني خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من ما يجب من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هي مخلوقات نورية، ومن أهم صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن المقصود هنا هو داخل في ضمن الإيمان بالملائكة. قال ونؤمن بملك الموت أيضا، ومن ضمن الملائكة ملك الموت. قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وهذا يعني الإيمان به داخل في ضمن الإيمان بالملائكة، وداخل كذلك في ضمن الإيمان باليوم الآخر. وملك الموت هذا هو يعني ليس له اسم آخر، تسميته بعزرائيل ونحو ذلك لم يرد تسميته بذلك في النصوص الصحيحة، وإنما هو ملك الموت كما قال جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال ونؤمن بملك الموت، يعني نؤمن بأن الله جل وعلا وكله بقبض أرواح العباد، وهو ملك من الملائكة، هو ملك من الملائكة. والمعلوم بأن الله جل وعلا خلق الملائكة ذوي أجنحة، كما قال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ورأى وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، كل جناح 600 جناح، كل جناح سد ما بين الخافقين، يعني ما بين المشرق والمغرب عليه السلام. نعم. فهذه مخلوقات عظيمة. نعم. ومنهم الملائكة التي حملت العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وملك الموت والذي وكله الله جل وعلا بقبض أرواح العالمين، كما قال جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهنا الوفاة هنا مذكورة في القرآن على 3 أنحاء أو على 3 أنواع، نسبت في مواطن لملك الموت كما في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم. ونسبت بعد ذلك للملائكة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ونسبت الوفاة في مرة ثانية إلى الملكة، ونسبت في موطن ثالث إلى الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى كما في سورة الزمر. كل هذا إذن عندنا كم موطن؟ 3 مواطن. وليس التعارض بين هذه الآيات. نسب الوفاة لملك الموت لأنه هو الموكل بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت ليس يقبض الروح إلا ملك الموت. ونسب للملائكة لأنهم يساعدون ملك الموت في ذلك، ولذلك في هذه الآية ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لماذا يضربون وجوههم وأدبارهم؟ لأنه كما ثبت في حديث البراء بن عازب يقولون ما من في العبد الكافر أو الفاجر يقول يخرج أيها الروح الخبيثة إلى غضب من الله وسخط منه، فقال فتتفرق في جسده من الخوف فيضرب على وجهه وضبر حتى تخرج فينزعونها منه نزعا. نعم. بخلاف المؤمن تخرج أيها الروح الطيبة إلى جنة وريحان ورب غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل من السقاء، يعني مشتاقة إلى رحمة الله جل وعلا وإلى رضوانه. فإذا أخذها ملك الموت معهم للمؤمن حنوط من حنوط الجنة، الحنوط اللي هو الطيب الذي يطيب به جسد الميت،
وكفن من أكفان الجنة، فيشيعون كما في حديث البراء بن عازب يشيعوا في تفتح له السماوات فيقولون من هذه الروح الطيبة، فيقولون لفلان ابن فلان لأفضل الأسماء التي كان سميها في الدنيا. وأما الثاني فتطرح روحه طرحا ولا تفتح له، كما قال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم خيط. إذا نسب للملائكة أيضا لأن الملائكة تساعد ملك الموت، ونسب لله جل وعلا أن الله جل هو الذي يقدر ذلك والذي يأمر سبحانه وتعالى اقبض روح فلان ينزل يقبضه لا يعلم، لأن هذا من الأمور التي اختص الله بها في يعني إن الله عنده في خمس لا يعلمهن إلا الله، وكما في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، وهي التي ذكرها في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذه من الخمس لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما علمه عند الله عز وجل. ولذلك نسب الوفاء إلى الله جل وعلا أنه هو الذي يأمر سبحانه وتعالى بذلك. الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن فهمنا مواضع الثلاثة، نسبت لملك الموت لأنه هو الذي يقبض الأرواح، ونسبت للملائكة لأنها تساعد ملك الموت في ذلك وهم الذين يشيعونه بعد ذلك، ونسب لله جل وعلا أنه هو الذي سبحانه وتعالى يأمر ويقضي ويقدر ذلك. طبعا يتكلمون في ضمن هذه المسائل يعني هل يعني الروح ما هي هذه الروح، والله جل وعلا يقول يسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذه الروح مخلوقة وأن هي أجسام نورانية في الجسد وهي موجودة داخل الجسد، نعم، ويعني لا ترى، ولكن هي الذي يتكلم بها الإنسان ويروح ويجيء. ولذلك إذا خرجت هذه الروح من الجسد صار جسده كأي جماد يطرى. ولذلك الله جل وعلا أعجز الله سبحانه وتعالى العبادة في ذلك. لذا قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا إلى اليوم وإلى قيام الساعة لا علم العباد بهذه الروح، على أن هذه الروح لها حقيقة ولها وشيء بيقبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم إن الروح إذا قبض يعني بيقبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه هي شيء يرى وبيقبض، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إذن هي شيء موجود. وهذا هو يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبعا الروح مخلوقة لأن الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق داخل في عموم كل، بخلاف أما أسماء الله جل وعلا وصفاته التي ليست داخلة هنا لأنها تابعة لله سبحانه وتعالى، تابعة لأمر الله جل وعلا، ألا له الأمر والخلق، فالأمر خلاف الخلق داخل هنا في عموم هذا ومن هذه الروح. وقوله تعالى ونفخت فيه يعني وقال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وكذلك في قوله تعالى من روحي في سورة الحج، هنا من روحي تعلمون الإضافة لله سبحانه وتعالى نوعان، إضافة المعاني والأسماء والصفات، فهذه إضافة الصفة لموصوفها، أما إضافة الأشياء لله سبحانه وتعالى المخلوقة فهذه إضافة تكريم وتشريف. فكذلك هذه الروح يبقى هذه الروح هو نعم لأن نسبت لله سبحانه وتعالى لأنها مخلوقة، وإلا فعيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني في قول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هي هذه، وروح منه وروح من الأرواح المخلوقة، لأن هذه من إضافة المخلوق لخالقه، وروح منه يعني وروح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وتسمية عيسى بالكلمة أو يا روح الله هذا من إيه؟ تكريم له ولا لا؟ تكريم له، لأن زي كما تقول ناقة الله وبيت الله، لأن هذا من إضافة المخلوق لخالقه. وتسمية عيسى بالكلمة لأنه كان بكلمة كن، كما قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
إذن ضلت النصارى في هذا الكلام، فظلت أن عيسى هو الكلمة، والكلام ينسب للكلمة، والكلام ينسب يعني للمتكلم، والكلام لا ينفصل وتحول إلى مخلوق كما يعني ضلت النصارى. ولذلك هم قالوا هو إله ولا إله ولا إنسان، ولا هو في جزء لاهوت وجزء ناسوت، فصاروا عباد الناسوت وضلال اللاهوت، ضلال مبين. وخاصة أنه هو مخلوق كما قال الله جل وعلا يعني ويعلم ما في الأرحام، ده مش عيسى بن مريم خرج من 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 رحم مريم، يبقى مخلوق كغيره من 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 المخلوقات. إذا مسألة إضافة إطلاق على المسيح روح الله أو ونفخت فيه من روحي، هذا من إضافة الملائكة لإيه؟ كما في صوت الحج يعني روحي، من إضافة المخلوق لخالقه. أما إضافة المعاني فيكون من إضافة الصفة لموصوفه. إذا الروح كذلك مخلوقة، وهل الروح هي النفس؟ والحقيقة أن تطلق النفس على إطلاقات، هي الروح هي النفس، لكن تطلق النفس على إطلاقات. طول ما الروح في البدن فهي غالب إطلاقاتها النفس، إذا خرجت الروح من البدن يطلق عليها الروح، كما في حديث صلى الله عليه وسلم إذا إن الروح إذا قبض يعني تبعه البصر، لكن وهي موجودة في الجسد فيطلق عليها النفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن الروح هي النفس، ولكن قد يطلق أحيانا بالنفس ويطلق أحيانا غالب إطلاقات النفس عندما تكون الروح داخل الجسد، وإذا خرج الجسد يطلق عليها الروح. وهل النفس هذه هي النفس ثلاثة أنفس ولا هي نفس واحدة لها صفات؟ هي نفس واحدة لها صفات، إذا كانت لها عندها من الإيمان الذي يلومها على فعل المعاصي فهي النفس اللوامة، إذا قوي إيمانها صارت من النفس المطمئنة. إذا هي نفس واحدة، ولكن الذي يغير من صفاتها هو وجود الإيمان أو عدم وجود الإيمان أو زيادة الإيمان فتكون نفس مطمئنة، أو وجود شيء من الإيمان فيلومها على فعل المعاصي فتكون النفس هي اللوامة، لكن هي نفس واحدة يتغير صفاتها بحسب الإيمان. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، لمن كان له أهلا أي لمن كان مستحقا لعذاب القبر. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم على ما جاءت به الأخبار، والأخبار طبعا جاءت متواترة في مسألة القبر، وجاء تسمية الملكين في بعض طرق الحديث عند أهل السنة وغيرها، جاء تسميتهم بمنكر ونكير، هم اللذان يسألان العبد ثلاث أسئلة: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. والحديث الذي يدل على هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره من الأحاديث، وأصل هذه وحديث البراء عند أحمد وأبي داود والنسائي: إن العبد المؤمن الذي إن العبد المؤمن إذا كان أن قال عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقص لهم، والحديث موجود عندكم لأنه طويل جدا يعني قد لا يتسع المقام لسرده، لكن أصل الحديث هذا موجود في البخاري.